الحقيقة واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار ومدرب حراس مرمى منتخب مصر الكابتن أحمد ناجي واحد من الموهوبين في مجالات أخرى، مش بس مدرب حراس مرمى بارع، مش بس واحد من أبناء النادي الأهلي أصحاب البصمة المؤثرة في مسألة تدريب حراس المرمى، لكنه شاعر مرهف الحس. أحمد ناجي بيصدر له الديوان الشعري الثاني بكرة إن شاء الله في معرض الكتاب في دار الغريب، هيكون حفل توقيع الكتاب أو الديوان الثاني لأحمد ناجي، اختار له اسم اللي فاضل مني. بيكتب بشقاوة شعرية عامية الحياة مميزة جدا لأحمد ناجي الشاعر، نتمنى له بإذن الله كل التوفيق. له ديوان صدر قبل كده بعنوان حارس عيونك يا مصر، وده كان بعد ثورة 25 يناير تعقيبا على كل ما شهدته البلاد من أحداث، وفيه الكثير من القصائد الرومانسية والاجتماعية. بعد حارس عيونك يا مصر ده اللي فاضل مني، أشوف إيه اللي فاضل من الكابتن أحمد ناجي. يا سيادة الشعر الكبير، كمان سيادة الشعر الكبير، احنا ما خلاص ما عادش ينفع يتقال لك يا كابتن بصراحة. وبعدين أحمد ناجي يعني برضو الاسم يدي على أدب كويس، يدي على إبراهيم ناجي، يدي. أيوه، ازيك كابتن وألف مبروك الديوان الثاني. الله يخليك، وسعيد بيكم وسعيد بالنادي الأهلي وسعيد بكل المنظومة، وإن شاء الله بإذن الله جماهير النادي الأهلي تحس بالفخر بناديها من جديد، ويبقى فيه حاجات حلوة تسعد الجماهير الأهلاوية كلها إن شاء الله. إن شاء الله. إيه اللي فاضل منك بقى؟ اللي فاضل مني إيه؟ غير شوية ذكريات. أيوه. هو أنا اتكلمت ليه والكلام زي السكات؟ اللي فاضل مني ايه؟ هو فاضل وقت تاني. اللي كان مادد ايديه بالمحبه وبالاماني ضاع في لحظه ومش لاقيه. اللي فاضل مني ايه؟ كبري سني وحكاياتي والبياض غلغل في شعري والكلام اللي في شعري والمعاني في اغنياتي، ده اللي بتعكز عليه. اللي فاضل مني ايه؟ اللي فاضل مش كتير. الحياه زي المراكب، يوم بترسى ويوم تسير، حد ماشي وحد راكب، قول لي ايه هتي عليه اللي فاضل مني ايه. رائع. ده دي القصيده اللي انت اخترت منها عنوان الديوان. اسم الديوان. ايه اقرب حاجه ليك في الديوان ليها ملمسه على الرياضه شويه ولا مفيش؟ لا على الرياضه ولا لا، يعني وانا واخد يعني ازاي يا راجل حلم كاس العالم ده ما تسجلهوش؟ لا هو هيحصل، لكنه الديوان ده انت عارف انا بعمله بقاله يمكن 3 4 سنين. فكان تجميعة القصايد يعني مرتبطة ببعضيها بشكل اخر، غير حارس عيونك يا مصر اللي كان مرتبط بالثورة واللي كان حاصل في الوقت ده. لكن اللي فاضل مني يعني في يعني قصايد كلها مرتبطة يعني بحب مصر برضو، لكن بشكل فيه رومانسية اكتر يعني. رجعت انت لرومانسياتك. يعني تقريبا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بكره حفل التوقيع مش كده؟ بكره ان شاء الله حفل التوقيع، يعني جمهور الاهلي كله، جمهور الرياضه اللي هيكون موجود في معرض الكتاب بكره الساعه 2 ولا الساعه 3؟ الساعه 2 في دار غريب للنشر. ان شاء الله يكون في، يشرف الكابتن احمد بالحضور والحصول على توقيعه ان شاء الله. ان شاء الله ابراهيم. طيب نقفل الديوان ونفتح الكراسه. اخبار المنتخب ايه؟ الحمد لله تمام. عندنا طبعا فتره جايه، مستر كوبر جاي بوك جاي السبت مش كده؟ ان شاء الله باذن الله يوصل بالسلامه ونبدا جلساتنا. احنا بدانا شغله طبعا، احنا بنتابع وهو مش موجود، يعني كل فريق العمل متابعين كل المباريات وكل اللاعبين حتى جوه مصر وبره مصر. الامور طبعا هتبتدي بقى من معسكر مارس ان شاء الله، مباراتين البرتغال واليونان في سويسرا ان شاء الله. يتضح برضو بعض المعالم اللي احنا المفروض نبص عليها، وبعد كده في معسكر مايو بقى لاستعداد الثلاث مباريات اللي هم قبل البطوله والبطوله. نتمنى ان شاء الله انه علم مصر يكون باذن الله ان شاء الله بشكل كويس في كاس العالم ان شاء الله. حيره كويسه ان انت تلاقي انت يعني
انهينا الفتره اللي فاتت، وانت الحراس الاساسيين اللي معاك الناس مقتنعه بيهم 100% وتقريبا هم الافضل. فجاه الحاله اتبدلت، شفنا شناوي الاهلي بيلعب وياخد فرص وبيثبت وجوده، وشفنا عواد بيلفت الانظار اليه بقوه في الاسماعيلي. هل ده ممكن يشهد تغيير في خريطه الحراس المنتخب في كاس العالم؟ لا، هم الاسماء اللي انت قلتهم ما يعتبرش تغيير ولا حاجه، لان دول موجودين في قوام الحراس. يعني الشناوي هو بس في اختياراتكم الاخيره من فتره الاثنين تحديدا عواد وشناوي الاهلي ما كانوش بيبقوا موجودين. لا، انت حضرتك عواد كان احتياط في ماتش غانا الاخراني. ماشي. الاثنين. عواد كان في مباراه غانا الاخر مباراه في التصفيات لكاس العالم كان موجود نمره اثنين. لكن ما انا اللي ساعات بستغرب له ان الناس مش عارفه ان عواد في القوام الاساسي من الموجود في الناس الموجودين. وفي مباراه غانا كان موجود بشكل اساسي، يعني كان ممكن يلعب في اي وقت. عواد طبعا بهنيه جدا على مستواه، مش المباراتين اللي فاتوا بس، الموسم كله حاجه تركيز عالي جدا صحيح، وحاجه ملفته فعلا، مستوى متميز. محمد الشناوي كمان مقدم مباراه هايله جدا، وفي ثبات في المستوى وفي ثقة في الأداء، وده طبعا من الحاجات اللي احنا بتهمنا جدا، لأن انت بتلعب مباريات كبيرة محتاجة يعني كاركتر، محتاجة شخصية، يعني واضح عليهم الحالتين دول شخصيات كويسة، بالإضافة طبعا لحراسنا الأساسيين الموجودين الشناوي والحضري مقدم مباراة امبارح مان أوف ذا ماتش، يعني لحد دلوقتي بيعمل معجزة، يعني صحيح كبيرة جدا. صحيح. أتمنى للشريف إكرامي إن شاء الله إن هو إن شاء الله يعني فورمته يكون موجود في المباريات، وطبعا انت عارف كل ما يبقى العدد كبير وكل ما الكويسين كتار، وده بالنسبه لنا اهم حاجه. هل ممكن تاخد اكتر من ثلاثه حراس في المعسكر اللي جاي بتاع مارس، ولا العدد مش هيسمح بالا بثلاثه؟ لا، هاخد اربع حراس في المعسكرين لحد كاس العالم، يعني اربعه معاك في من ابتداء من مارس. ان شاء الله. ان شاء الله. عموما كل التوفيق يا كابتن. عموما نستنيك بقى بكره الساعه 2 ان شاء الله، هجي لك المعرض باذن الله. ان شاء الله. ده اللي فاضل مني ليك. اللي فاضل منك ليا. ده اللي فاضل مني ليك، بعد كده مش هتفضل حاجه. شكرا جزيلا للاديب بقى الشاعر الكابتن احمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وصاحب اللي فاضل مني ايه، او ده اللي فاضل مني، احدث ديوان شعري بيصدره الكابتن أحمد ناجي.